أنا معايا اتصال تليفوني من يمكن بداياتك هنا في مصر كانت معاها. هي نجمة جميلة جدا والبداية كانت معاها ومستنيينها قريب جدا جدا جدا. معايا النجمة داليا البحيري. ألو، هتضربني، هتضربك هتضربك داليا حالا. عايزة تضربني، أنا عارف. مساء الفل، مساء الفل، جميلة مساء داليا الفل، ازيك؟ البحيري، جميلة ازيك يا إياد؟ عاملة حبيبتي ايه حبيبي قلبي؟ حبيبتي، اخبارك؟ وبداية إياد نصار كانت على إيدك. يا إياد، لا ازيك ده يا داليا، بجد ازيك يا داليا؟ حضرتك، يعني ده انا اتشرفت ان انا وإياد اشتغلنا مع بعض انا اللي بجد، اتشرفت والله يا داليا، والله العظيم. وش بس الخير برضو ده ما عليك. يمنعش ان ايه، ناولوني إياد. انا بكرهك. هضربه بقى، هضربه يعني، عايزه هضربه، اخنقه. عايزه اخنقه يعني بالظبط. انا كانت داليا كمان نازله على الفيسبوك كمان، يعني قال له خلاص، عارف اللي هو اياد نصار ابعد عن ايوه وشي. بالظبط. يمكن داليا البحيري كمان من الناس اللي اشادت جدا بدورك في فيلم الممر حقيقي. وعجبها جدا، وكتبت على الفيسبوك وقالت. اه داليا البحيري، كنا لسه بنتكلم دلوقتي على النوعيه دي من الافلام، ان احنا قد ايه بالفعل مفتقدينها جدا، وهي مقله جدا. يمكن اخر حاجه كانت طريق الى ايلات، طبعا حتى فيلم الممر. وفي اجيال لسه، كنت بقول لاياد بره، يعني ولاد ولادي وبنتك، كلنا الجيل ده محتاج يشوف الافلام دي. طبعا طبعا. اولا اولا، فيلم يستحق المشاهدة، وفيلم بجد رجع لنا روح الانتماء والوطنية. يعني أنا زمان كنت متفرج على الأفلام الوطنية وحرب 6 أكتوبر والانتصار وبرضو لحظات الهزيمة، الواحد كان بيتأثر جدا وبيحس إنه هو، يعني ولادنا ما بيعيشوش اللحظات دي، ما يعرفوش يعني ايه حرب اكتوبر، ما يعرفوش يعني ايه انتصار اكتوبر، ما يعرفوش ده خالص. صح. يعني ان فيلم يتعمل دلوقتي بالتقنيه العاليه دي، طبعا هي الافلام دي مؤخرا كانت ما فيش تقريبا، زي ما انت قلتي، من كانش عندنا. بالظبط، لانه ده محتاج تكلفه عاليه جدا، محتاج تقنيه عاليه جدا في انها تتعمل. فانا بحيي الحقيقه كل العاملين على اللي اشتغلوا في الفيلم ده، وعلى رأسهم طبعا المخرج الكبير شريف عرفة، اللي عمل أجواء الحرب بشكل غني جدا، وكان واضح إنه في مجهود كبير اتعمل، مش بس من الناحية المادية يعني، لا كمان الممثلين عملوا مجهود جبار ما شاء الله. يعني هرجع بقى لإياد اللي أنا عايزة أخنقه. أولا يا إياد، أنا بجد بحييك إن أنت ما خفتش إنك تعمل دور زي ده، لأن ده دور خطر جدا، دور أنت طبعا طالع في دور بأكره. لا لازم، اه يعني، هو ومش كره هقبل. جامد أوي. أه يعني انا مش هقبل غير اني اتكره طبعا. بس بجد يعني برافو، شابوه. الناس فاهمه وعندها طبعا وعي، طبعا طبعا تقبل طبعا. ووعي وكل حاجه، فكله بيقول برافو ان انت توصلني احس الاحاسيس دي تجاهك، وانت نجم محبوب والناس بتحبك جدا، وبتعمل ادوار كتيره قوي قريبه من قلوب الناس. فان انت تجسد الشخصيه دي بالشكل ده، كان لازم الدور ده على وجه التحديد يبقى فيه ممثل قوي جدا، يعني ربنا يخليك يا داليا، ممثل مش سهل، لا تسلمي لانه لي. لازم الخصم يبقى قوي علشان اعلي انا من الجنود بالظبط، ده اللي المصريين، لسه كنا ولازم الخصم يبقى وحش. كان لسه اياد نصار بيقول لي، يعني انا قدام مجموعه كلهم عليا، من احمد عز لاحمد رزق اللي فر، كلهم عليا ايه ده وهو اصلا؟ العدو الناحيه التانيه. فقال لازم ابقى بجد، يعني مش مجرد عدو تافه، ان كل الناس دي اه يعني بيعملوا كده عشان حد اللي هو يعني اي كلام. ايوه فكان قد بالظبط. هو المسؤوليه. الحمد لله. اختيار ما شاء الله، لا اختيار في محله جدا. بهنيك يا اياد تسلمي، بجد، وكل الممثلين اللي كانوا في الفيلم رائعين بصراحه كل رائعين، صح، وكل واحد في سكه. مظبوط. يعني فراق في سكه، السعيد اللذيذ اللي ما بيخافش، اللي بيوري روح الاسد، فلوكس رهيب، رزق سكر، يعني ما عندك فيش حق، بجد. صح. وفي ناس انا مش عارفه اساميهم بصراحه، في ممثل بشنب كده اللي كان مش محمود عارفه حافظ، اسامينا، محمود اسفه حافظ. جدا، ده سكر، ده كان هايل يعني بجد. كل الناس، واحمد عز
وانا مش عايزه انسى حد، مجموعة بس كتير، كبيرة، المجموعة كبيرة كتيبة، قوي، كتيبة هما كتيبة فعلا. كتيبة والكتيبة كلها كله كان بجد في مكانه قوي، وكله عمل دوره على احسن وجه. البنات برضو هند صبري واسماء ابو اليزيد، مظبوط، كله بصراحة الكاستنج كان عبقري. انا مش عايزة اخد وقت الحلقة اكتر لا من كده، بالعكس، انا مبسوطة بيكي وعايزة اعرف انتوا بتمثلوا مع بعض وإياد نصار على المستوى الشخصي بقى بتشوفيه ازاي يا داليا؟ اولا انا زعلانة ان انا وإياد ما التقيناش تاني للاسف للاسف فعلا. دلوقتي. بس إياد من الناس الجميلة جدا جدا في الشغل معاها، يعني بجد انا استمتعت قوي قوي بالشغل مع إياد، وحد متصالح جدا مع نفسه، واثق من نفسه من امكانياته جدا، فبالتالي ما عندوش اي بقى مجال لنفسنا ولا بتحسي ان انت مرتاحه وانت بتشتغلي معاه. انا ساعات كان اياد لسه بقى كان في اول مره بيمثل اول في مره مصر، كانت في مصر صح، وكان عامل مجهود جامد ان اللكنه تبقى مظبوطه قوي، فساعات كان لما بينفعل في حته بتقلب اردني على طول. دلوقتي بقى بيتكلم احسن مننا دلوقتي بقى برابنت. لا ما اقدرش اتكلم دلوقتي، مراتي مصريه لازم انفعل بالمصري. قول له يا تخلي بالك، فيقول لي صح صح، ونفسي لو في حاجه ده حقيقي. فهو بصراحه حد جميل جدا، وانا يعني سعدت ان انا اشتغلت معاه قوي، انا واتمنى اتشرفت ان والله، نشتغل حاجه تاني مع بعض ان شاء الله. يا رب يا رب يا اياد، وانت عارف معزتك عندي، وببقى سعيده لما بشوفك بتعمل حاجه حلوه كده، ويعني بجد all the best وربنا معاك، ومش هاخد من وقتكم اكتر. انت حبيبتي يا داليا قمر، النهارده لمين الحبايب والله، يعني منى وداليا، يعني انا تمام خلاص كده تمام. وكله بيشيد بدوره، فبجد هو فنان جميل ومحترم. لا بجد amazing، وشابو الممر، وشابو اياد نصر وكل العاملين في الممر، وببص ببوسه كبيره، ويا رب دايما في نصر كده وفي اعمال حلوه كتير يا باذن رب. الله. يا انا كتبت حاجه تانية بسبب معلش قبل ما بليز قولي حاجه تانية بسبب الفيلم ده، قلت هو ده بقى الفن، عرفنا قيمه الفن، يا ريت بقى نعمل فن زي ده كتير. الفن ده، الفن اللي بقدر اوصل منه رساله حقيقيه قويه من غير فزلكه، ومن غير ما اضطر انزل لمستويات مش مطلوبه، ويقول لك اصل الناس عايزه، الجمهور عايز كده، الجمهور عايز لا مش عايز، الجمهور كده طلع مش عايز كده خالص، وبالتالي الجمهور ما عايز غير الفن الراقي. صح 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 صح، لازم نرتقي، لازم نرتقي يا داليا بجد، وما ما ننزلش احنا للمستوى ده، لازم احنا نرفعهم ويشوفوا الحاجات بشكل نظيف، مش عايزه اتفزلك في الكلمه، بس بشكل نظيف بجد، لان هي دي السينما المصريه طول عمرها، وما ينفعش تنزل لاي مستوى تاني بجد. بالظبط بالظبط. داليا البحيري بشكرك. قبل ما تقفلي اسالي اياد نصار سؤال زي ما منى زكي عملت، اتفضلي ميكروفون معاكي يا استاذه. اوبا وهي قالت اوبا برضه، اوبا انتوا في ايه يا جماعه؟ اساله سؤال؟ بليز. طب مش كنتوا تغششوني عشان اجهز؟ طيب قول لنا حاجه يا اياد ما حدش يعرفها، تبقى اكسكلوسيف لينا دلوقتي، خبر ما حدش يعرفه خالص غيرنا، نبقى احنا اول ناس. ايه بقى؟ أوكي. قول بقى، قول انا وداليا، وخليها داليا معايا على التليفون، قول عشان تسمعوا برضو، يبقى اكسكلوسيف. برافو داليا، يعني زي ما فاجئناكي فاجئتيني يعني. في ايه اكسكلوسيف بيتعمل دلوقتي؟ التعامل مع الشخص الذكي دايما صعب. يعني حاجه مفاجاه مفيش، بس يعني ما يعني ما فيش حاجة جديدة، غير لأنه أنا بخلص مسلسل حوادث الشانزليزيه، وابتديت تصوير فيلم موسى، واعتقد انه موسى هيكون فيلم لاول مره 3D، دي جديده جديده. ده اكسكلوسيف، ده 3D 3D ان شاء الله، يعني ده قرار لسه مش يعني بيدرس دلوقتي، بس يعني هو الفيلم نفسه يحتمل ده، لانه الفيلم عباره عن يعني شاب ميكاترونكس بيعمل روبوت، الروبوت ده بيستخدمه في الانتقام، فيعني الموضوع ساينس فيكشن، فيعني بيستحمل فكره انه يكون 3D، فدي الفكره. برافو عليك يا داليا، اشكرك، انت حاجه جديده خالص، برافو اشكرك بجد.
مذيعه برضو في الاصل مذيعه فطبعا وذكيه وذكيه بالظبط فمش هزار ما بتهزرش اوكي يا داليا وانا كمان ببوسك قوي قوي شكرا شكرا حبيبتي الجميله داليا البحيري والسنه دي